هناك فيديو أيضا نبثه الآن عليكم مشاهدينا. جرافة فلسطينية تقوم بإزالة ما يعرف بالسياج الفاصل ما بين قطاع غزة وإسرائيل. إذن جرافة إسرائيلية تقوم بإزالة السياج، جرافة فلسطينية عفوا تقوم بإزالة السياج الفاصل ما بين قطاع غزة وإسرائيل. هذه الصورة صورة ربما تعبر عن الواقع الميداني الذي يعيشه أهالي القطاع تحديدا في المنطقة الشرقية، وأين وصلت الأوضاع الميدانية بالنسبة لإسرائيل. هذا المشهد كما تابعنا وكما يقرأ متابعون ومحللون، أين المنظومة الأمنية في إسرائيل من هذا المشهد. هناك اجتماعات ستناقش كل ذلك، لكن هذه الصورة الآن التي نبثها قبل قليل كانت من شرق قطاع غزة، حيث جرافة فلسطينية كما أكدنا تقوم بإزالة السياج الفاصل. الله أكبر، الله أكبر. إذن نتابع معكم في هذه التغطية مشاهدينا. هذه الصور قبل قليل تم تداولها في المناطق الشرقية لقطاع غزة. جرافة فلسطينية تقوم بإزالة السياج الفاصل ما بين القطاع وإسرائيل. بالعودة مجددا إلى نيفين سليم على وقع هذه الفيديوهات التي تصلنا، سواء كان فيديوهات من شرقي قطاع غزة أو حتى من حركة حماس التي تبث بين الحين والآخر فيديوهات متعلقة بأسرى إسرائيليين في حوزتها الآن داخل قطاع غزة. ما المشهد المتعلق بالاستهدافات الإسرائيلية؟ هل لا تزال الطائرات الحربية تواصل استهدافها لقطاع غزة؟